في الأنبار محطة كهرباء عكاز الغازية دور المركبة. توكل على الله. بسم الله وعلى بركة الله. توفيق إن شاء الله. توكل على الله باشر. بسم الله على بركة الله. الحمد لله تم وضع حجر الأساس لهذا المشروع إذانا ببدء أحد المشاريع التنموية الاستراتيجية الرائدة في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية لرفض المنظومة بالطاقة ورفع المعاناة عن المواطن العراقي. شكرا دولة الرئيس. شكرا لكم. سيادة الوزير. شكرا لكم. بارك الله فيكم. بالتوفيق إن شاء الله. هذا الصباح المبارك الذي يشهد هذه المشاريع في ثلاث محافظات في بغداد والأنبار وديالة، وأثمن كل الجهود التي بذلت في إكمال الإجراءات الإدارية والفنية والتعاقدية للوصول إلى إطلاق الأعمال التنفيذية لهذه المشاريع المهمة، الدورات المركبة اللي العنوان شاهدناه بالفيديو كهرباء بلا وقود. 4000 ميجاوات كانت أحد أهم المستهدفات لهذه الحكومة في مجال رفع الطاقة الإنتاجية. أتذكر في الأيام الأولى لمباشرة هذه الحكومة، وهذه الطاقة التوليدية بالتأكيد تخدمنا كثيرا وتعطينا المرونة في معالجة المناطق الأكثر احتياج وطلب للطاقة الكهربائية في أكثر من محافظة. بدأنا في البصرة، بقار والنجف وكربلاء، واليوم محافظات بغداد في جنوب بغداد هذه المحطة، وكذلك محطة عكاز في الأنبار ومحطة المنصورية في ديالة. بشكل عام ملف الطاقة هو ملف حيوي ويمثل أولوية بالنسبة لأي خطة تنموية في العراق، له خصوصية في ظل استمرار أزمة توليد أو توفير الكهرباء للمواطن بشكل طبيعي، وأيضاً للفعاليات التجارية والصناعية والزراعية وما يشهده البلد من تنمية ومشاريع. لذلك لا يمكن الحديث عن أي خدمات ممكن أن تقدم للمواطن وتنهي معاناته، ولا يمكن الحديث عن أي مشاريع ونهضة حقيقية في مختلف القطاعات الاقتصادية بدون أن نضع حلول استراتيجية لمنظومة الطاقة الكهربائية. وقد أخذ هذا الملف حيزا واسعا من اهتمام الحكومة، وأيضا أخذ تخصيصات مالية كافية طيلة الفترة الماضية لتأمين المشاريع في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع. الدورات المركبة يعرفوها الفنيين، استخدام أو استفادة من الغازات الساخنة المتولدة من عمل الدورات البسيطة، وهذه تخدمنا في مسألة الوقود الذي نعاني منه ولا زال نستورد الغاز من أجل تشغيل المحطات. فكان إعطاء الأولوية لهذه المشاريع 4000 ميجاوات يمثل محطة مهمة في تحقيق هدفنا في النهوض بواقع الطاقة. هذا لا يعني أننا نتوقف عند هذا الحد، أننا نعمل في عدة مسارات، وكما تلاحظون وتتابعون
نحن نعالج تركة من الاستحقاقات التي لم تنجز طيلة العقدين الماضيين، وأخص بالذكر مسألة الوقود. لا يمكن القبول بهذه العملية التي نشاهدها في أغلب حقول النفط، حيث الإنتاج والغاز المصاحب الذي يحرق. ذلك قطعنا شوط مهم في تأمين هذا الوقود من خلال تعاقداتنا واتفاقياتنا المهمة مع توتال ومع الجولة الخامسة والملحق والجولة السادسة، إضافة إلى الجهد الوطني في أكثر من حقل من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الوقود الكافي لتشغيل المحطات التوليدية وأيضا مشاريعنا الجديدة. بنفس الوقت توجهنا منذ فترة في إكمال النقاشات الفنية والمالية والاقتصادية الخاصة بموديل يحقق العدالة بين الدولة والمستثمر، وبنفس الإطار ننظم عملية الاستهلاك وأهمية أن يكون هناك تنظيم لهذه العملية التي تركت طيلة هذه الفترة الماضية بدون رؤية واضحة. هذه العناوين كانت محل نقاش طيلة الأشهر الماضية. وصلنا في اجتماعاتنا الأخيرة إلى التفاهمات النهائية بخصوص هذا الموديل الاقتصادي الذي سيعلن أمام القطاع الخاص وأمام كل المختصين من شركات محلية وأجنبية من أجل تنفيذ المشروع المهم والذي سبق وأن أعلن عنه في محافظة كربلاء المقدسة، وهو إنتاج أكثر من 10,000 ميجا واط. هذا الملف الآن هو قيد التدقيق النهائي لدى الاستشاري الحكومة شركة KBR، وقريبا إن شاء الله يكتمل هذا التدقيق لكي يطرح أمام الشركات. بنفس الوقت كذلك الوزارة قدمت رؤيتها النهائية بخصوص مشاريع النقل والتوزيع في هذا الموسم، موسم الصيف الذي قارب على نهايته. كانت هناك مشاكل أثرت على مستوى الطاقة الكهربائية الواجب توفيرها للمواطن، وتمت المعالجات الوقتية، لكن كمشاريع لفك الاختناقات ومعالجة نقل الطاقة الموجودة في مناطق ومحافظات، هناك محافظات بأمس الحاجة إليها، فضلاً عن بعض المشاريع عدت بخطة ورؤية متكاملة من المؤمل أن تعرض على مجلس الوزراء لكي يتم إقرارها حتى نباشر بتنفيذ كل مراحلها. بدأنا بالجزء الأول والذي يفترض أن تباشر به شركة توزيع بغداد والخاصة بفك الاختناقات ونصب المحطات الثانوية، و المشروع المتكامل لباقي المحافظات يعرض قريبا إن شاء الله. كذلك نحن نعمل على اعتماد مشاريع الطاقة المتجددة، وهناك فريق متخصص يعمل بهذا الإطار. اليوم الكل يتوجه للمشاريع الصديقة للبيئة والمشاريع التي توفر قدر من الطاقة الكهربائية المتاح للمواطن. هناك فريق فني مختص بتحويل مقرات الحكومية للاعتماد على الطاقة الشمسية، وبنفس الوقت نجري تجربة لبعض المحطات الصغيرة على مستوى الوحدة السكنية. تلقينا عروض من شركات لتنفيذ هذه المشاريع على مستوى المحافظات، ومن المؤمل أن يتم أيضاً الاتفاق على الموديل النهائي حتى نتمكن من المضي بهذا المجال. الشركات اللي تعمل اليوم في العراق في مختلف القطاعات
اكتسبت خبرة وتجربة من خلال عملها في كل مشاريع الطاقة الكهربائية. ما نأمله هو التنفيذ وفق التوقيتات الزمنية، ونأمل أن تختصر هذه التوقيتات الزمنية مع اعتماد المواصفة وأحدث ما توصلت إليه مشاريع الطاقة الكهربائية. الحكومة من خلال الوزارة الجهة القطاعية سوف تكون داعمة ومساندة لكل أعمال هذه المشاريع، الشركات ودوائر الوزارة، من أجل أن تدخل للخدمة في أسرع وقت ممكن. أحيي جميع الفنيين في وزارة الكهرباء وكل الملاكات الساندة، ونؤكد في هذه المناسبة دعم الحكومة لهذا القطاع الذي نأمل أن ترتفع وتيرة الأداء بالشكل الذي يؤمن الخدمة لأبناء شعبنا العزيز.